رغبة منه في الانفتاح على العالم من خلال إبداع متنوع وغني. ستعرف مدينتها الدار البيضاء ولادة أول دورة لمهرجان السينما والمدينة، والذي ينظم من طرف مجلس جهات الدار البيضاء سطات وتحت إشراف الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب. وستعرف هذه الدورة الأولى مشاركة 10 دول ممثلة بعشرة أفلام جديدة. هو مهرجان دولي بمسابقة ستعرف لمنافسة 10 أفلام، منها 9 أفلام من خارج المغرب، وفيلم مغربي هو بيرن أوت لنوردين الخماري. بقية الأفلام غتجينا من تونس، من الجزائر، من تركيا، من ألمانيا، من فرنسا، من إسبانيا، وغتكون بالموازاة هاد الأفلام كلها غتكون في إطار مسابقة رسمية. ما أتمناه أن يحج الجمهور بكثافة ليشاهد جديد الأعمال السينمائية العالمية، وأنا كنتوقع النجاح، وكنتوقع لأن هذه الدورة غادي تكون دورة تأسيسية ومؤشر لميلاد مهرجان دولي كبير بمدينة الدار البيضاء. شكرا لك. 700,000 درهم هي الميزانية التي خصصت لهذه الدورة الأولى لمهرجان السينما والمدينة، والتي تعتبر حسب مدير الإنتاج والمالية غير كافية. بكل صدق أشكر الجهة، لأن الجهة الوحيدة اللي كتشوف بأن كان المجال الثقافي خاص يكون حاضر في الجهة ديالها. هذا من جهة. ثانيا هذه أول دورة، أول دورة، لأن الميزانية اللي خصوا لنا احنا هي 700,000 درهم. هاد 700,000 درهم غير كافية نهائيا، وهي بمقارنة المهرجانات الدولية اللي في المغرب، مثلا خربكاز، تطوان، الرباط، طنجة، هزيلة جدا. ولكن مع ذلك استطعنا باش تجيب 10 أفلام دولية اللي عندها تيمات المدينة، أفلام اللي هي عندها واحد المضمون ثقافي محض، اللي أنت نتمنوا إن شاء الله إحنا دفعنا طلبات المجموعة ديال المؤسسات يتفهموا، لأن هذه أول دورة ما يمكنش الإنسان يثق فيك. فهمتي؟ ثانيا المركز السينمائي المغربي اللي هو لجنة الدعم ديال الأفلام ما يمكنش يدعموا، لأن أولا لأن الجهة اللي منظمة هي جهة الدار البيضاء ماشي جمعية. ما يمكنش الدعم مؤسسة، هي كتدعم الجمعيات. الدورة الأولى من مهرجان السينما والمدينة التي ستنظم بمدينة الدار البيضاء من 21 إلى 25 يوليو بحضور 10 دول ستجعل المواطنات والمواطنين يعيشون تجربة ثقافية والانفتاح على العالم بحضور صناع أفلام وفنانين من العالم.